يلا لم يتبقى له شيء. هذا ذا جريز بوند. السلام عليكم، حياكم الله، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة بال وورد، عالم البوكيمون، بوكيمون سيرفايفل. تمت مهاجمتي من قبل هذا البال مثل ما تشاهدون، إنه يستمتع حقا. قمت باصطياده، قتلت رفقائه بالطبع، قمت بصناعة منضدة طب العصور الوسطى. ينقصنا الآن بعض الخام، لا أدري أين أجده. ها خام، يا سلام. يلا بسم الله فلنجمع الخام. سنقوم بصناعة السبائك الذهبية. يلا يلا اعمل هنا. يلا تمام، أكملنا صنع السبائك، شكرا لك. ينقصنا فقط اثنين، يا الله. جماعة تومبات، يلا يلا اهجم عليه. يلا يلا 33 64، يا سلام تومبات حصلنا عليه، يا سلام الحمد لله كنت محظوظ. من اول كرة بال حصلت على تومبات. يلا سنصنع اكبر كمية من السبائك. يلا ابدأ الانتاج، احنا راح ننام ثم في الصباح الباكر ستبدأ مغامرتنا يا جماعة. بسم الله الصباح الخير. يلا اكتسبنا الكثير من الذهب، شكرا شكرا، والله انت اسطوري. الان سنصنع ورشة عمل عالية الجودة، سنصنعها هنا. يلا تعالوا ساعدوني بليز. انهيناها الحمد لله. الان سنقوم بتطوير القاعدة، سنقوم بتطويرها، ترقية القاعدة. يا سلام، الان بناء صناديق تبريد وبناء منصة عمل. صندوق التبريد هنا، هذا صندوق التبريد. ينقصنا ذهب، كي ينقصنا سبيكة، وينقصنا ايضا اورجن الجليد، وبناء منصة عمل السفير انشاؤها هنا. تمام يلا ساعدوني بليز. اوكي يمكننا عمل السفير. تمام يلا نحتاج خشب وسبيكة. اوكي سنقوم بصنع كرة البال العادية جدا. يلا ابدأ الانتاج، اعملي هنا. تمام الآن سنذهب في مغامرة يا جماعة. أوكي يا جماعة سنضع لافتة هنا، نكتب فريمد. يا سلام فريمد وورد. أوكي يا جماعة سأنام من أجل أن نقوم بالذهاب إلى جريز بولت. هذا هو الهدف من هذا الفيديو، أننا نصارع جريز بولت. سنذهب مباشرة إلى جريز بولت. عاد اللصوص مجددا. قضينا عليهم الله أعلم. أوكي هذه هي البال، سنقوم بتحريرها المسكينة. تمام حررناها يا جماعة، الآن نذهب إلى جريز بولت. نحتاجكم في كامل قواكم. يلا على بركة الله نذهب إلى مقاتلة جريز بولت. يلا بسم الله إلى معركة الزعيم. يلا يلا ولولي. يلا 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 من الخلف. قتلني يا ربي يا الله. اوكي يا جماعة ربما نذهب الى هنا لنهجم على ملكة النحل. نسيت هذه البوابة يا جماعة. المجال مغلق للحارس، ادخل الزنزانة. يلا ندخل. ما هذا المكان؟ يلا بسم الله سنصارعها. أعرف بأنني تحمست قليلا يا جماعة، كثيرا وليس قليلا. قتلتني بسرعة. ملكة النحل موجودة هنا في الفوق. هذا يا جماعة ليفل 23. يلا روح هاجم بقوة. يلا بسم الله. والله هيقتلني يا جماعة. هذا ريتو 27 يا جماعة. يا رب ما يهاجمني يا رب. لا 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 لا
والله قوي جدا يطير يا جماعة. يلا قتال الأساطير. يلا إذا حصلنا عليه يمكننا مواجهة العديد من البال. يلا يمكننا التدخل. لا إنه يطير كثيرا. البال الخاص بي قوي جدا. يا السلام والله محارب أسطوري أنت. لا تقول لي مات. ذهب للنوم يا جماعة. يلا قبل أن يستيقظ علي مهاجمته. لا مات. مات يا جماعة. والله قتله. في هجوم. في هجوم يا جماعة. يلا هاجموهم. انظروا كيف يقضون عليهم بسرعة. والله قضينا عليه. نقصنا أورجن الجليد. الله أعلم من هنا يا جماعة. يلا من هنا. يا السلام. لا لا لا. والله يهاجمونني بقوة. النحلة يا جماعة. لا لا لا. هاجمهم يلا. لا راح تنفجر. والله انفجروا. والله أردت اصطيادهم يا جماعة. وجدناه يا جماعة. يلا. يلا راح نحصل عليه إن شاء الله هذه المرة. والله بالرغم أنه الليفل الخاص به عالي جدا إلا أنه غبي. يلا بليز بليز تعال بليز. يلا هذه المرة. يلا ضربة واحدة. يلا حصلنا عليه. أكيد أكيد راح نحصل عليه. يلا يلا نعم حصلنا عليه. يا الله والله أضعنا عليه الكثير من كرات البال. وصلنا إلى الثلج. هذا هو بال الجليد. واو واو واو. أتمنى لا يهاجمني. أتمنى. والله قوي جدا. لا لم يتبقى لي ولا أي. لا 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 ولا أي بال. ما زال يتبعوني. يلا يا جماعة الخير تجاوزت الأمر الحمد لله. يلا نرجع إلى القاعدة. ربما يمكننا صنع هذا من الجليد. سنقوم بصنع الدرع الفراء. رح يساعدنا في المنطقة الثلجية من أجل تطوير القاعدة. ما زال ينقصنا ذهب وينقصنا أورجين الجليد. أوكي كنا هنا في المنطقة الثلجية. سنقوم بالرجوع إليها هنا. نحصل عليها إن شاء الله. يلا يلا مرة واثنين وثلاثة. هذه هي فرصتنا. نعم يلا نذهب إلى هذه المنطقة لعلنا نجد الموارد التي نحتاجها. أوكي سنذهب إلى هذا. يوجد بالفوق هناك. هذا هو يا جماعة الليفل 23. نهاجم بهذا. يلا ديناصومو سقط. سقط بال منا يا جماعة للأسف. ابتعد ابتعد ابتعد. يلا بدأ ذا ينهار. أنقذته أنقذته. أنقذته الحمد لله. يلا راح تنجح راح تنجح. يلا 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 56%. يا سلام ضربة الزعيم الأولى. اكتسبت نقطة التكنولوجيا القديمة. يا سلام والله بعد عناء طويل جدا اصطدناه. ان شاء الله سنهجم على الماموث. سنعود الآن إلى القاعدة وبذلك سنستطيع مصارعة العديد من البالز من بينها كريس بولت. الآن يمكننا صنع البيضة. يلا بناء الحاضنة وليس البيضة عفوا. وضعنا هذه بيضة رطبة. لا ندري ماذا سنتحصل.
سننتظر 3 ساعات. نحتاج إلى قماش لصنع حاضنة أخرى. 2000 years later. أوكي، نقوم الآن بتطوير الباليت كلها. الآن يا جماعة الخير سنحارب ريزبولت. إن شاء الله تضبط معنا هذه المرة. يا السلام. تدرون من هناك الذي أردنا اصطياده في بداية الفيديو؟ هجوم. هذا الذي أردنا اصطياده. تمام، ماو كرايتس. سأدمرك يا غريزبولت. مواجهة ثالثة إن شاء الله. والله والله فنان هذا الباندا. يلا، لم يتبقى له شيء هذا ذا غريزبولت. يلا يلا يلا، لم يتبقى شيء. والله يريد استهدافي يا جماعة. نقطة الضعف هي من الخلف. لا 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 لا. أوكي، علي الآن النوم والاستعداد غدا إن شاء الله لملاقاة غريزبولت مرة رابعة. لن أنهي هذا الفيديو حتى أفوز على غريزبولت. A few moments later. لا 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 لا. يا السلام، اضرب. لن أتحرك من هذا المكان. يلا اضرب. يلا اضرب. يا السلام، مرة أخرى. صحتي قليلة يا جماعة الخير، لهذا لا أتحرك من هذا المكان. زوي لا تتحرك مع غريزبولت، لا أدري لماذا. يلا هاجميه، شوفوا يا جماعة الخير كيف تهاجمها. والله عنيفة هذه، صغيرة ولكنها قوية جدا. يا سلام، شوفوا، يا الله والله قوية جدا. اضرب اضرب مجددا. يلا اقفز. نعم، قضينا عليه، اكتسبت 5 نقاط. يا السلام، اصبح غريزبولت معي ام لا؟ هل نستطيع الدخول مجددا؟ يلا يلا نعيد مجددا. هزمناه مرة أخرى، لكننا لماذا لم نحصل عليه؟ يلا نعود إلى قاعدتنا.